سلام البنات، صباح خير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وجيتكم في التشكيله اللي كنت وعدتكم بها، تشكيله ب 250 غرام مارغرين تخرجوا 4 انواع وتنوضوا كما راكم تشوفوا. لهنا كنت درت لكم 4 انواع ب4 اذواق بزاف بنان، وليه ليه تخلصوهم. هذا اللي انا كنت درت لكم بنيون ديروه للجو، ولا انا كنت درت لكم كبل كاستيل، كنت درت لكم واحد شوكولا الحليب، ودرت لكم واحد باش ديروه مع التاي. شوفوا يعني 4 انواع تقدروا ديروهم مع ضربه، وديروهم 250 غرام مارغرين توجدوهم على ضربه واحده وتنحيو عليكم. انا شوفوا والله العظيم ما جيتش مديره الكاطوه، ولا غير كون هذا هو كاطويا. هذاك هو ديجا الله يبارك 250 غرام راهي طيحت لي خير وبركه. ندير للجو، ندير للحليب، وندير للتاي، ونحي عليا. وشوفوا الله يبارك فيه. وقبل ما نبداو الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس يصلكم كل جديد، خليو لي تعليقاتكم المشجعه ونروحوا للوصفه. اول حاجه كانت عندي هنا 250 غرام مارغرين بحراره الغرفه، لازم بحراره الغرفه نضربوها شويه كما راكم تشوفوا، ونروحوا نزيدوا لها كاس ناقص اصبعين سكر كلاصي. لهنا قصت لكم بالكاس اللي موجود في كل بيت اللي هو كاس ام وليد، قلت لكم كاس ناقص اصبعين من السكر الناعم لازم نغربلوه يا البنات. من بعد نزيدو له بيضه كامله وصفار بيضه عفوا، ونكملو نخلطو. لازم نضربو نخلطو مليح هذاك البيض مع السكر والمارغرين حتى نشوفو الخليط تاعنا بياض لنا. وكيما ديما نقول لكم اللي تحب تخدم بيدها تخدم، وانما هذه المرحله يا البنات لازم تخدموها مليح مليح. ولا هنا نكملو نضربو، قلت لكم حتى يبيض الخليط بهذه الطريقه، ونروحوا نزيدوا لهنا النشا. في كل مره يا البنات هبطوا على الجوانب واخدموا باش يتخلط كلش مع بعض. ولهنا روح زدت لهم كاس ناقص ثاني اصبعين نشا. شوف ديما ثاني نقول لكم يا البنات غربلو. وهذا ما كانوش عندي في هذه العجينه تاعي، ونكملوا نخلطوا حتى نشوفوا هذاك الخليط تاعنا ثاني جانس لنا كيما راكم تشوفوا. قلت لكم اللي تحب تخدم بيدها تخدم هكذا حتى نكملو مليح حتى يتجانسونا هذوك المكونات تاعنا. ومن بعد رايحين نروحو نجيبو شويه فرينه ونص مغرفه صغيره خميره تاع الكاطو. ديما نقول لكم يا البنات هبطوا على الحوايج ديما. شوفوا لهنا راح نعطيكم هذه لاستيس، شوفوا زيدوا شويه فرينه شويه برك، وزيدوا معها نص مغرفه خميره تاع الكاطو كيما راكم تشوفوا، نص مغرفه صغيره يا البنات، ونديروها نخلطوها مع بعض. جامي تزيدوا الخميره تاع الكاطو فوق المكونات هذيك تاع السكر والبيض، ديما الخميره تزيدوها مع الفرينه. ومن بعد شوفوا نخلطوها مع بعض، نزيدوا لهنا شويه برك فرينه قلت لكم مع هذيك الخميره، ونروحوا نقسموا الخليط تاعنا على زوج بهذه الطريقه. نص رايحين نديروه فاني، ونص رايحين نديروه شوكولا، رايحين نديروه بالكاكاو يعني كيما راكم تشوفوا. شوفوا الاول راحين نزيدوا له زوج مغارف كبار كاوكاو يكون محمص مليح ومرحي متوسط، ماشي ركيك غبره وماشي خشين. شوفوا كيما راكم تشوفوا، شوفوا رايح للرقيق متوسط، رايح للرقيق كيما راكم تشوفوا. حمصوه مليح مليح وديروا كاوكاو بكشور يمد النكهه خير من الاخر كيما راكم تشوفوا هكذا. وشوفوا الخليط الاخر نزيدوا له مغرفه كبيره كاكاو بني، لازم كاكاو بني هكذا. دوكا نروحو نزيدو لهم الفرينه، الفرينه ديما زيدو لهم تدريجيا. لهنا نروحو للعجينه الاولى تاع الفاني، لهنا زدت لها فرينه عفوا، نزيدو لها بشويه ونلموها حتى نتحصلو على عجينه طريه كيما عجينه الصابلي البنات. عجينه الصابلي عادي لازم عجينه طريه. نلموها ونديروها في كيس بلاستيكي ونروحو نخدمو. هذه العجينه الاولى قلت لكم لميناها، راني نشوف نسجل في الفيديو على 9 تاع الصباح ورايحه نحطو لكم على 10:30 من 10 تاع الليل وانا نخدم فيه. والله غير شوفوا راني حكمه الوقفه تاع السيه سما، اذا شتوني كش ما هدرت هكذا ولا هكذا اسمحوا لي. مول هنا شوفوا بعد ما لميت العجينه قلت لكم تحصلوا على عجينه طريه كيما راكم تشوفوا. ونروحوا دوكا العجينه تاع الكاكاو، الكاكاو كيف كيف البنات نزيدوا لها هذيك الفرينه تدريجيا ونلموها بيدينا. ديما خدموا بيديكم يا البنات، عجينه الكاكاو يخلي بالكم ليه ليه تشرب وليه ليه تنشف، فديما زيدوا الفرينه بشويه. انا لهنا قريب ما خدعتني مزيه زربت هكذا فقت لها حبست. سمع عندكم تزيدوا على ضربه، زيدوا بشويه لموها كيما راكم تشوفوا هكذا،
ونديروها كيف كيف في كيس بلاستيكي ونروحو نخدمو. شوفو العجينة اللي تحصلوا عليها لازم عجينة طرية يا البنات، وديما ديرو في الكيس بلاستيكي باش ما تنشفلكمش، وروحو اخدمو. ابداو بعجينة الكاكاو خير وخير، خاطر عجينة الكاكاو قد ما تقعد قد ما تشرب وتنشف، سما ابداو بها خير. وروحوا حلوها، انا حليتها لهنا متوسطه يا البنات، العجينه ما تكونش خشينه ما تكونش رقيقه وراهي فيها الخميره، سما ديما حلو متوسطه. وبعد تجيبوا اي طابع تحبوا وروحوا اطبعوها، انا درت هذا الطابع المدور. وبعد ندخلوهم نحطوهم في فرن يكون سخون مسبقا على درجه حراره 180، ينشفونا من تحت برك البنات، نطفيو عليهم ونخليهم يبردوا. ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. لهنا كانت عندي 50 غرام شوكولا نوار، تحبوا تخدموا هذه تاع الطابلات ولا تخدموا هذه تاع البيبيت شوكولا، راهم في زوج بنان وفي زوج متوفرين. شوفوا ديروا بنوعيه مليحه، انا درت هذه لا مارك شوكولاتي بزاف بنينه، لازم تكون نوعيه مليحه. قلت لكم لهنا درت 50 غرام، نروح نحطها فوق حمام مائي ولا في الميكرووند، لازم تذوب وتبرد لنا مليح مليح. ونروح نجيبوا لهنا نص كاس تاع كريم شانتي مع ربع كاس ماء بارد، نضربوها مليح مليح حتى تضاعف لنا الحجم تاعها. ونروحوا نجيبوا لها كاس هذيك الشوكولا نوار تاعنا اللي تكون بردت، لازم البنات شوكولا سوداء لازم، باش ما تجيناش حلوه ونتحصلوا على موس تاع شوكولا بزاف بنينه. خي ديما نقول لكم هذا الحشو استعملوه فاش حبيتو وراهو بزاف بنين. بعد ما ضعفت لي هذيك لا كريم شونتي تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، لازم تضعف لنا مليح مليح. نروحوا نجيبوا الشوكولا تاعنا هذيك الشوكولا نوار اللي كنا ذوبناها فوق حمام مائي وتكون بردت لازم مليح مليح، نزيدوها فوق لا كريم شونتي ونزيدو نكملو نخلطو حتى يتجانسونا كامل المكونات وتولي عندنا موس كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات هي ما تجيش حلوه لخاطر انا درنا لها شوكولا نوار، راهي تجي غراف بنينه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروحوا للمونتاج تاعنا، نديروا شويه من هذيك الكريمه تاعنا ولا من هذيك لاموس بهذه الطريقه، ونحطوا حبه فوق حبه كيما موالفين، ونعدلوها نخرجوا لها شويه برك الهواء بهذه الطريقه، ونحيوا لها هذوك الزوائد ونحطوها داخل الفريجيدار تبرد واحد 10 دقائق، ونروحوا نغلاسيوها. ولا هنا نجيب شوكولا بالحليب، استخدمت ثاني لا مارك شوكولاتي، ديما تقسيوني البنات عليها راهي متوفره انا يعني نلقى فيها ما نشوفوا البنات مليحه والذوب تسخف وكم شفتوا اللمعه تاعها. لهنا درت عرف تاع شوكولا يعني 100 غرام شوكولا، زدت لها مغرفه تاع زيت ونقعدوا هكذا نخبطوا فيها البنات حتى تبرد لنا بين يدينا. ومن بعد نروحوا نجيبوا الشوكولا تاعنا، نبداو نغلاسيو في الكاطو تاعنا بهذه الطريقه، نخليوها لازم حتى شوفوا لهنا ديروا هذه الطريقه البنات باه تنحيو الزوائد، باش من بعد ما الحبه ما تعيكمش كي تعودوا رايحين ديروها في لي كيسات تاعها. وكي تشوف لي شوكولا شوفوا ربي يبارك، بعد ما نشفت كيفاش تجي هذيك اللمعه، شوفوا راني خليتها قدام عينيكم باش تشوفوها، والله ما تلحت ليها هذه الشوكولا كراف بنينه، يعني نتمنى انكم تخدموا بها. ولهنا درت شويه ناكري بهذاك البانسو برك، ومن بعد راح نركب هذو اللي كانت خدمتهم لي جهينه، هذو الموتيفات هذو، وشوفوا كيفاش جاجة بزاف بنين هذيك لاموس مد واحد القوي يسخف يسخف. ولهنا شوفوا رايحين نخدموا دوكا تاع البنيون اللي قلت لكم نديروه للكازوز. انا شوفوا اني خدمت العجينه كامله وباش بديت نديرهم في المونتاج تاعهم، بصح حتى باش ما تتخلط لكمش برك قعدت نخدمت لكم بليطاب. لهنا جبت اني نعت لكم خدمت بهذا الموس سيليكون اوفال، جبتو سما الطابع تاعو وهذا ثاني اوفال. كيف كيف نحل العجينه ما تكونش خشينه ما تكونش رقيقه تكون متوسطه بهذه الطريقه، نطيبو الصابلي تاعنا على فرن يكون سخون مسبقا على درجه حراره 180، ينشف برك من تحته ونخرجوه. وبالنسبه للبنيون عندي كيلة تاع كوفريت، نص كيلة تاع فيتين، ونص كيلة تاع كاوكاو، لازم يكون محمص وملحي متوسط. ونروحو نلمو هذاك الحشو تاعنا بالشوكولا تاع ختيني حتى يتلم عندنا حشو كيما راكم تشوفوا، كيما درنا تاع المره اللي فاتت كيما راكم تشوفوا، لازم يتلم عندنا حشو اللي نقدروا نشكلوه في هذا المول هذا ولا في اي مول حبيتو، المهم نفس الطابع اللي تطبعوا به لازم ديروا به المول سيليكون تاعكم كيما راكم تشوفوا. نحلوها ونخليو في الوسط فراغ باش نروحو نحشيو. لهنا نعمروهم ندخلوها الكونجيلاتور مليح مليح، من بعد كي نشوفوها جمدت ونروحو نجيبو لهنا. انا جبت كرانشي تاع البنيون عفوا تاع البوينو، كرانشي بوينو يا البنات، نديرو شويه كيما راكم تشوفوا ونحطو داخلو حبه نوازيت، تحبوا ما تحطوش لخاطر هذا الكرانشي تاع البوينو راهو في حد ذاته يتقرمش. انا حطيت حبه برك تاع بنيون بهذه الطريقه وحاولت رجعتو للكونجيلاتور. ومن بعد وليت جبت نفس هذيك الطبقه المقرمشه وغلقت عليها من الفوق كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، وعاودت رجعتهم للكونجيلاتور جمدوا مليح مليح
ورحت نحيتهم دي موليتهم بهذه السهولة بهذه الطريقة. ولا انا ذوبت شوكولا ثاني بالحليب، لازم شوكولا بالحليب ذوبت. هاي البنات قلت لكم في كل عرف تاع شوكولا نديرو، يعني في كل 100 غرام شوكولا نديرو مغرفة كبيرة زيت، ونروحو نكلاسيو. لهنا قعدت نزيد في الكاوكاو الكاوكاو بشويه بشويه حتى تحصلت على هذاك الكلاصاج تاع الفيريرو. الكاوكاو يخدم، نقول لكم ما ديروش الغبره يا البنات، هزو غير من الفوق ونروحو نكلاسيو، نديروا الحبه كامله داخل هذيك الشوكولا. ثاني كاينه حاجه البنات لهنا، لازم من تنحيوها من الكونجيلاتور تبداو تكلاسيو باش ما تطلق لكم شروحها كيما راكم تشوفوا. وهنا لازم قبل ما تنشف الشوكولا نروحو نديروا التزيين تاعنا. انا لهنا كنت زينتها بهذا الترونسفير تاع فيريرو كيما راكم تشوفوا، وجبت هذاك الصابلي تاعي اللي كان طابلي ندير له شويه شوكولا ونحط هذيك الحبه تاع البنيون تاعي فوق الصابلي، وشوفوا ربي يبارك كيفاش جا جا ما شاء الله. هذه هي دوكا نروحوا تاع الكاستيل. هذا بنا بنا يا البنات، ان شاء الله تجربوه صح صح صح. لهنا جبت هذيك العجينه الفاني تاعي نديرها بالطابع، انا درتها بهذا الطابع المدور، ديروا اللي تحبوا كيف كيف. نحلو العجينه تاعنا ما تكونش خشينه ما تكونش رقيقه، تكون متوسطه عادي. نديروها فوق في فرن يكون سخن مسبقا على درجه حراره 180، نخليوها تنشف لنا من تحت، ونروحو نخدمو الكريمه تاعنا. لهنا عندي 50 غرام زبده مع 50 غرام كراميل، نخلطوها مليح مليح حتى هذاك الحشو تاعنا يتضاعف ويتبدل لونه بهذه الطريقه. من بعد نروحو نجيبو حبه فوق حبه، نلصقوها بهذيك الكريمه اللي راكم تشوفوها اللي كنا خدمناها، ونشوفو ديروا بصبعكم لهنا هذيك الكريمه نفسها اللي لصقنا بها، شوفوا كيفاش نطليو بها كامل هذيك الحبه تاعنا تاع الصابلي بهذه الطريقه من الفوق ومن تحت. على بها قلت لكم لهنا اخدموا بيديكم باش تطليوها كامل، باش كي ديروها في اللوز ايفيلي كامل كامل يقيسها كامل، تجي بزاف بنينه. هذا تاع الكاستيل يا البنات جربوه وش بنين. ولهنا كان عندي لوزي فيلي لازم يكون محمص مليح البنات بهذه الطريقه، ندخل هذيك الحبه تاعنا ونرمدها فيه هكذا، نغطيوها مليح على الجوانب على هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد التزيين لهنا درت هذا التزيين تاع السوريز، ديروا واش تحبوا جا ما شاء الله، هذا ثاني بنين 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 بنين. ولا هنا النوع الرابع درتو للتاي، شوفوا تحكموا شويه عجينه. جبت هذو تاع انا درت نوعين، درت هذو دوك تزيدوا تشوفوا الاخرين، بصح عجبوني هذو جايين صغار ومقدرين يسخن. نديروا شويه عجين نعدلوها، ما نديروهاش تاني رقيقه ما نديروهاش خشينه، نحيو الزوائد بالموس ومن بعد نثقبوها كما راكم تشوفون، ندخلوها الفرن سخون مسبقا على درجه حراره 180، يحمروا مليح مليح نخليهم يبردوا ونروحوا نديموليوهم. ولا هنا عندي مكسرات، عندي بيستاش جوز لوز، المهم البنات حمصوهم الجوز واللوز عفوا والبيستاش حمصوهم خير وخير، ونروحو نزيد لهم مغرفه واحده تاع كراميل. مغرفه برك البنات ما نحتاجوهمش غارقين في هذيك الكراميل، نحتاجوهم شوي برك هكذاك شغل يتلاصقوا مع بعضهم باش ما يجيش ما تجيوش ناكلو غير في الكراميل كيما راكم تشوفوا. ونعمروهم بهذه الطريقه وندير لهم لافيدو هكذا، شوفوا ديروا اي نوع من المكسرات بهذه الطريقه هكذا، ونكملوا لهنا. شوفوا الله يبارك كيفاش جا، ان شاء الله يعجبكم وتخليوا لي تعليقاتكم. وصح صح تعبت في هذا الفيديو. بالنسبه لسعر البيعيه البنات تقيموه على حساب واش خدمتو، على حساب واش طيح لكم، على حساب واش راح تدي الزبونه، اسك راح تدي 5 10. سينو اذا حابين نعطي لكم انا البري تاع كل واحد قولوا لي في التعليقات، راح نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني البري تاع كل وحده. ولا تحب نقول لكم شحال تحسبوه زعما البوكس فيه 10 ولا، فهمتوني قولوا لي في التعليقات دوك نخلي لكم في صندوق الوصف. هذه هي، وفي الاخير ما بقاني نقول لكم غير بقاو على خير، دعواتكم هما بالشفاء، صحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.